مساء الخير. ها؟ مساء الخير. شنو قاعد تسوي؟ يا صوري. اوكي. وين رايحة؟ رايح المطار اسوي شيء حق اللحظة. تعلمين ولا؟ سكرت؟ لا مو سكرت، يعني بعد يومين يمكن ثلاث ايام يقولون انه. بس شيء حلو انا فرحانة فيه. لأن اللي بروح أشوفهم أول مرة ألتقي فيهم. نايس. وولهت عليكم أيها الجمهور اللذيذ. وممكن أنا رايحة المطار، ممكن إذا رديت إذا ودكم نسولف لايف إذا تبون. مساء الخير. ها؟ مساء الخير. شنو قاعد تسوي؟ يا صوري. رايحة؟ رايح المطار اسوي شيء حق الأحبة. تعلمين ولا؟ سكرت؟ لا مو سكرت، يعني بعد يومين يمكن ثلاث ايام يقولون انه. بس شيء حلو انا فرحانة فيه. لأن اللي بروح اشوفهم أول مرة ألتقي فيهم. نايس. ولهت عليكم أيها الجمهور اللذيذ. وممكن أنا رايح المطار، ممكن إذا رديت إذا ودكم نسولف لايف إذا تبون. بالحلاوة. طبعا أحبك يعني. مو دعاية؟ لا ما هو دعاية أصلا، ما وريت إنه هو من في شوية كاكاو. زين الناس الفانز عبالهم، في بعض الفانز عبالهم إن أنت تبسوين الليلة لايف. لا أنا قلت لكم رايحة مكان ألتقي بأحباب أول مرة ألتقي فيهم. ارجع الرياض. اي لما ارجع الرياض. قريب قريب. كلش. هلو. بعد اسبوعين يمكن اكثر. بعد عندنا فجأة شيء، يعني ان شاء الله يكون واو، بس شيء جديد ان شاء الله يعجبهم. انا ما ادري عنه بعد اسبوعين، ما ادري عنه. روان تدري؟ روان تدرين؟ هي ما تدري. لا تدري صح، قلت لها توني. ترى من راح يدس علي؟ شنو هو؟ ترى انا صدق ما ادري. ترى روان تدري. راحت روان اليوم.